مع اشرف المرسلين. معاكم الشيف رئيسه في حلقه جديده من مطبخ رئيسه. طبعا انتوا كل حلقه تعودتوا اني انا اللي بطبخ. النهارده ان شاء الله عامله حلقه مختلفه، يا رب تعجبكم وتنول على اعجابكم. النهارده معايا الشيف محمد، هيبدا يعمل لكم طبخه جديده ان شاء الله تعجبكم. الشيخ محمد من بحيره، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني موهبه في الطبخ. هيعمل لكم طبخه جديده. اتفضل شيخ محمد، قدم طبخه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنعمل النهارده كبسه سعوده بالفراخ والخضار. فهنبدا الاول نحط الزيت على النار عشان نحمر الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه. ايوه، وهنبدا نحط الزيت في الحله برده علشان هنحمر الخضار بتاعي. على الصوت يا شيخ محمد، على الصوت عشان يبان. تمام. الأول هنبدأ نحط الفراخ في الزيت عشان تتحمر. المقادير موجودة معانا على الشاشة. المقادير يا شيخ محمد، المقادير الكبسة السعودي، نص كيلو رز بسمتي، كله فراخ قطع، فلفل أسمر، الفلفل الأسمر، الملح، جرف عود مع مكعب مرق الدجاج مع السمنة، هنختم بقى في الآخر توابل فراخ مع الخضار بتاعي اللي انا هنحطه في بدايه الحل الاول. عندي بصله مفرومه، هنبدا نشوح البصل الاول. طبعا النهارده معانا الشيف محمد شلتوت، بسم الله ما شاء الله، يعني موهبه في الطبخ بالرغم من صغر سنه، بس ما شاء الله عليه، يعني بيمارس الطبخ من سنين، وبالرغم من كده هو بيكمل تعليمه في جامعه الازهر، وما شاء الله عليه يعني في الطبخ 10 على 10. يعني الفيديوهات بتاعته على الفيسبوك وعلى الواتس ما شاء الله زي الفل يعني. فان شاء الله الطبخه النهارده تعجبكم. ومعاكم الشيف محمد هيشرح لكم. هو احنا حطينا الاول الفراخ هتتحمر علشان تاخد لون، عشان لونها يبقى مختلف عن الرز. هنبدا نحمر الخضار بتاعي الاول. هننزل بالبصل. نزلت بالبصل هنا بالسمنه بتاعتي على زيت. تمام. هنشوح البصل الاول. تمام. وبعدين نبدا ننزل بقى ببقيه الخضار بتاعي. هنا عندي كوسه، وعندي كوسه مكعبات، والجزر مكعبات، وطماطم مكعبات. تمام. بس اول ما البصله تاخد لون كده هنبدا ننزل الخضار بتاعي، ونشوح الفراخ معايا علشان يبقى لونها مختلف عن الرز، واخده لون باين في الرز شويه. هي أكلة بسيطة يا جماعة، متوفرة في كل بيت، كاملة الدسم، منها فراخ، منها خضار، منها رز، مغذية وكاملة ومتوفرة في كل بيت. فبإذن الله يعني هتعجبكم بإذن الله. شيف محمد، أنت قلت لي قبل الهوا إنك أنت شغال في المطبخ لك سنين، يعني عندك موهبة في المطبخ ما شاء الله عليك يعني. من صغر وأنا شغال في مع عمي في الطباخة، اتعلمت معاه وأنا في المطبخ؟ في المطبخ، شغال معاه عندي 6 سنين. بالرغم من كده بتدرس، يعني بتدرس وبتشتغل. وشغال برضه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله الفيديوهات بتاعته على الفيس وعلى الواتس، الله ينور يعني. هنبدا ننزل الجزر بعد البصل ما خدت لون كده. تاخد تشويحه مع البصل. الجزر مع البصل. ياخد تشويحه الاول كده. الجزر محتاج وقت شويه علشان السوا بتاعه اتغير. طبعا الفراخ بتاعتنا بتتشوح هنا علشان لونها يبقى مختلف في الرز، وتطلع في الطبق باينه. على مهلك. معاك وقت على مهلك براحتك. طبعا هو حط البصل يتدبل، وبعد كده بيحط الجزر اول حاجه، لان الجزر محتاج وقت. يعني الجزر الحاجه الوحيده اللي مهما اخذت فتره على النار ما بتستويش او ما بتدوبش في الفراخ بتاعتنا. يا جماعه نديلها صدمه الاول. تمام. بيبقى لنا مختلف عن الرز. فاحنا هنا بنشوح البصل معاه والجزر اهو. تمام. بعد كده هنبدا ننزل الكوسه. الكوسه تاخد تشويحة معاهم برضو. انا حط البصل، وبعد البصل حط الجزر، وبعد الجزر الكوسه. الكوسه طبعا ده الجرنش النهائي للطبق، للتجميل النهائي للطبق. دي الفينش الاخير اللي هنزود بيه الطبق، ودي عندي التوابل هنا. توابل. نشرح التوابل تاني. فلفل اسمر، بهار فراخ، جرف عود مع مكعب مرق الدجاج مع الملح، مع خلطه برياني زعفران معاها كاري،
مع السمنة دي اللي هنختم بها في الآخر، بتخلي الرز لطعمه بلدي وبتدي طعم فعلا للرز وبيبقى جميل يعني. انت نسيت حاجة، انك تجيب ثوم، لو معلقة ثوم طعم كده ما ينفعش. لا هو الثوم ده، معلقة ثوم مع بص هو الثوم دي بص اصل هي مش تديها طعم يعني، لا مش في الكبسة، لان في رز انت حتى بصل برضو معاها، مشوح البصل ده ما يسد عن الثوم، البصل برضو في هم في ناس ان هي بتحب في ناس دي بقى على حسب الرغبه بتاعت كل واحد، والتوابل برضو يا جماعه على حسب الرغبه. في ناس بتحب التوابل حراقه، الرز حراق، في ناس بتقلل من التوابل، فكل حاجه بقى على حسب رغبه كل ست بيت، واكله بسيطه ومتوفره في كل بيت. في ناس بتحب الشطه برضه. انت لو في اخر الاسبوع مثلا متوفر معاك كوسايه، بصلايه، طماطمايه، ممكن تجمع منهم طبخه، والفراخ موجوده في البيت، يعني مش هتشتري بدل ما بتشوي فراخ، بدل ما بتحمري فراخ، نبدا نشكل نعمل اكله كامله الدسم، منها رز، منها خضار، منها فراخ، واكله بسيطه ومش مكلفه. فباذن الله هتعمل لكم النهارده. وبدات نحط الطماطم يا جماعه، الطماطم بدات تنزل تغطي الشوح معاهم. شوف محمد، انت بدات تطبخ انت عندك كم سنه؟ انا بدات في الطبخ وانا عندي 6 سنين، كنت بطلع طلعت مع عمي، كنت بنتعلم معاه وانا صغير، لان انا كنت حابب المجال الطبخ. بالرغم كده بتدرس؟ بالرغم كده مع الدراسه بتاعتي بنطلع شغل برضه، يعني شغال برضه. بنعرف ان عندك امتحانات الاسبوع اللي جاي يعني. والله عندي امتحانات وربنا استر بقى معايا عشان تشتغل وبتدرس ما شاء الله. اخر سنه بقى، فالواحد عايز ده يخلص عشان ربنا يكرمه كده. ربنا يكرمك ان شاء الله خير يعني. طب حضرتك طباخ واستاذ في الطبخ، عايز اعرف اشهر طبخه انت مشهور بيها. يعني مثلا الكفته المشويه على طول بنشوي عندنا هناك في البيت عندنا. الفحم الفراخ المشويه، الكفته المشويه، اللحمه الرزيف بنشويها. اكتر اكله اصحابك بيحبوا انك تعملها؟ اكتر الاكلات يعني، في بشكل يعني صنف حلو كده صحابي بيحبوا يطلبوا مني على طول، اللي هي الكريمه بالمشوشيه اكتر يعني. اي فرح من روحه فهم بشرطين عليا ان انا اعملها علشان بيحبوها من ايدي. الكريمه بنعملها بالمشوشيه. ده عندنا يا جماعه الفراخ زي ما انتم شايفين كده، تمام، بتتحمر، تبدا تغير اللون بتاعها وتاخد الصدمه بتاعتها علشان لما تنزل مع الرز تبقى لونها مختلف. قلب الكاميرا هنا، الكاميرا هناك، ركز على الاصابع. نبدا نقلب كده يا جماعه. احنا كده حطينا السمنه مع البصل مع الجزر. السمنه مع البصل مع الجزر مع الكوسه بياخدوا الشعر بتاعتهم، والفراخ هنا قدام اهي يا جماعه بتاخد الصدمه بتاعتها. الاكله اللي بتعملوها في البحيره؟ اكله الكبسه السعوديه دي متوفره في كل البيوت المصريه، بس كل البيوت بنعملها في البحيره عندنا عامه، يعني لان هي بسيطه وسهله وكامله الدسم، ما فيهاش دهون ياما، ما بتاخدش سوا برضه تمام، بخلاف اللحمه. بس في تكات بسيطه كده الناس بتحطها في الاكله بتختلف عن مكان لمكان. يعني مثلا الجرف العود دي بتبقى يعني في الاكل بتدي ريحه وطعم، تمام، مع شويه التوابل، خلطه البهار بتاعت الفراخ بتدي طعم وريحه برضه، تمام. السمنه البلدي بنختم بها في اخر، بعد ما نحط الفراخ ونحط لها الميه بتاعتها والرز وكل حاجه، بتدي طعم وريحه. شوف محمد، بص ما استاذن منك الثانيه واحده بس، الحله دي بتاعت الخضار نوجهها على الكاميرا كده عشان نشوف شكل الخضار لما قرب يستوي. معلش ايوه، الخضار لما قرب يستوي شكل الخضار. بيبدا بقى هنطلع الفراخ نحطها على الخضار، هتاخد الصدمه بتاعتها برده وبالتوابل بتاعتها، بس الفراخ بس بتحمر اهو، تمام، حاجه كده مثلا نحمره شويه، تمام. نبدا نصفيها كده من الزيت بتاعها، تمام، السمنه نصفي ونحط هنا تاخد تشويحه برده مع الخضار بتاعتي عشان يبقى انت بتحط كده الفراخ مع البصل تاخد برده تتبيله منه وتشرب من الخضار بتاعي عشان هنتبل كله مع بعضه، وفي الاخر هننزل بالميه تدى غلوتين معاها، وبعدين ننزل التوابل بتاعتي في الاخر. كل ما الفراخ متحمره يا جماعه كل ما تدي لون في الرز، شكلها بيطلع حلو في الطبق، بتتاكل بتبقى جميل. كاميرا قصادك يا فوق، كاميرا اللي قصادك اهي. طبعا كده هو يعتبر الخضار دبل خلاص. الخضار تبل كده، نبدا ناخد الفراخ اللي انا اعطيتها صدمه، تمام، بننزلها مع الخضار بتاعي برده علشان كله هيتبل مع بعضه، يبقى يشرب التتبيله بتاعت الخضار وياخد طعم التوابل اللي انا هحطها دلوقتي. توابل خفيفه يا جماعه، التوابل دي على حسب الرغبه. الفراخ لما تاخد صدمه في الاول في الزيت، تاخد صدمه
تدي طعم تمام. ولونها في الرز ربحها كويسه يعني. وجهها على الكاميرا شكل الفراخ، الكاميرا هناك فوق. ايوه دي لما ما شاء الله يعني نحسها استوت الفراخ، مش محتاجه سوى تاني. طبعا هنبدا نقلب هنا يا جماعه تمام. انت بسم الله ما شاء الله عليك استاذ في المطبخ، مين علمك الطبخ؟ اول حاجه علمك الطبخ مين؟ والله انا اتعلمت مع عمي، كان من صغري يعني، من صغري يعني مثلا كان باخدني معاه. عندك موهبه في المطبخ. انا حبيتها، ف يعني كل ما نحب المجال بتاع الواحد كل ما بحبه كل ما بتبدع فيه وبتخترع فيه بتبقى حابه اكتر، لان انت من صغرك اتعلمته وحبيته تمام. أكيد. انت واضح انك انت ما شاء الله عليك يعني موهوب في الطبخ يعني. من صغر وانا شغال فيها الفضل لربنا. الفيديوهات بتاعته على الفيس وعلى الواتس ما شاء الله يعني بيعمل حاجات تحفه ما شاء الله عليه يعني. بالرغم من كده بيدرس يعني، هو بيطبخ وبيدرس يعني ما شاء الله، مثال للشباب المكافح المجاهد يعني. ده يا جماعه الخضار معايا بالفراخ اهو تمام، الفراخ اللي بتتحمر بنبدا ننزل بيها برده تمام. الفراخ ودي التوابل، بنحط التوابل ولا شويه؟ هنخلص الفراخ اهو تمام، هنطلعها على ماهي على ماهي. نبدا نفصل الزيت بالراحه علشان ما تبقاش بحرق دهون. تحفه والله الريحه، اقسم بالله ريحه ما شاء الله يعني. اللي مش هياكل هياكل، اللي مش جعان هيجوع هياكل. نبدا نصفي الفراخ بتاعته ونشيلها كده بعد ما خدت اللون بتاعها يا جماعه. استنى خلاص. نحرك الطاسه ماما. انا هفتح الطاسه. خلاص ماشي، نبدا نقلب كده ماشي. انت كده بتشوح الفراخ مع الخضار. تاخد بقى صدمه مع الخضار كده، شكل الفراخ مع الخضار بتاخد صدمه، بتاخد لون الخضار برده تمام. هنبدا نحط اول حاجه الفلفل الاسمر، معلقه فلفل اسمر، معلقه بهار فراخ على الكزبرة على البهار، كل التوابل بتتحط مع جرف عود، اتنين عدد جرف عود مع واحدة مرق دجاج، مع خلطة البرياني بالزعفران مع الكاري. برياني بالزعفران مع الكاري، ده هيديلها اللون الأصفر صح؟ اللون الأصفر بتاعها ودي طعم. خلطة الزعفران في الرز مع الرز البسمتي بتبقى لها طعم جميل ما شاء الله. نبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، الريحة تحفة، ريحة ما شاء الله. خلطة الزعفران بتبقى جميل يعني، اي حد حابب رز بسمته او بيعمله لازم نجيب له خلطه البرياني بزعفران، لان بتدي طعم وبتدي ريحه وبتدي لون. دي موجوده عند العطار يا محمد ولا؟ موجوده في عند اي عطار. سوبر ماركت؟ لا، عند اي عطار برضه في سوبر ماركت تمام. هنبدا ننزل الملح بسيط. نروح على الملح. ايوه بس كده، بس الاطباق اللي فاتت ماشي. ايوه هنبدا ندوب كله مع بعضه. طبعا اخر حاجه هتحطها السمنه لما تطعم. اخر حاجه السمنه هتنزل بعد ما تطعم القرفه يا جماعه، بتتشوح مع الفراخ مع الـ مع الـ مع الخضار بتاعي، بتدي طعم وبتدي ريحه شكلها فظيع تمام. نبدا نحط الرز بتاعي بقى. الرز بقى اخر حاجه، ياخد تشويحه مع الفراخ يا جماعه زي انتم شايفين كده. ما شاء الله ريحة الكاري مع بودرة الزعفران مخليه طعم الاكل. احنا ممكن ولا اروع، ممكن ننزل ميه على الفراخ وتاخد غلوه بس علشان الرز ياخد تشويحه بالسمنه مع ريحه الخضار مع التوابل بتاعتي. بنبدا ننزل تشويحه تمام. منقوع قبل الهواء صح؟ منقوع قبل الهواء بساعه كده يعني، وبنغسله ونصفيه من الميه بتاعته برده علشان الريحه بتاعته تمام. هنا في ميه سخنه في الكتل. نبدا بقى ننزل الميه السخنه، كانت الميه السخنه يا جماعه. احنا كده حطينا التوابل وحطينا الملح والتوابل، كل التوابل طبعا اي طبخه ما فيش فيه قيود معينه على التوابل، التوابل دي حسب الرغبه. حسب الرغبه بتاعت كل بس. الرز البسمتي لازم خلطه الكاري اللي عاملها الشيف مع بودة الزعفران عشان يدي الرز البسمتي. بنبدا ننزل تجربه بسيطه يا جماعه كده.
طب والقرفه؟ القرفه بتدي ريحه، بتدي طعم، والقرفه صحيه بس. اصلا في الاكل يعني ما القرفه طبعا اكيد طبعا صحيه في الاكل. لنا الفراخ يا جماعه كده اكيد تمام، ندي له معيار الميه بتاع الرز البسمتي بيبقى زياده شويه علشان بياخد ده سوام. نبدا بقى نحط الغطا بتاعها بس كده، تبدا تغلي تمام كده. شيل بقى الحاجات بتاعتنا ده تمام، سيبها كده ماشي. نبدا نشيل ده السمنه اللي هنختم بيها الرز بعد ما يشرب كده، بعد ما ينتهي الرز نهائي هنختم بقى في الاخر. بتدي لمعان في الرز، بتدي طعم كويس، مفيده في الاكل برضه، لان منها برضه بتطعم الاكل ومنها بتلمع الطبق بتاعك لو انت هتقدميه قدام ضيف، بيبقى شكله كويس جدا. اكله بسيطه وخفيفه يا جماعه، متوفره في كل بيت سريعه. طبعا احنا هنقول المقادير تاني علشان اللي ملحقش يسمعها مثلا او يعرف المقادير بتاعته. ماشي، ممكن نحطها على طبق بس مثلا بس لا لا تتحرق الطبق. ماشي تتحرق الطبق بس كده تمام. بس احنا عندنا الاول جبنه طاسه، المقادير موجوده على الهواء. حمرنا الفراخ الاول في الطاسه بشويه الزيت بتوعها تمام. بدانا حطينا الحله الثانيه في الخضار، نزلت بالبصله المفرومه، بدات ننزل بعد البصله ما تتشوح، ننزل الجزر الاول عشان بياخد سوا كتير تمام. بدات ننزل بعد الجزر الكوسه تاخد تشويحه برده معاه. بدات بعد ما نشوح الكوسه بالجزر بالبصل، بننزل نبدا نحط الطماطم بتاعتي تاخد تشويحه معاها برده تمام. الفراخ بتتحمر في ريحه، بنشيل نصفي من الزيت، نبدا ننزل على الخضار بتاعها، نصفي الخضار بحاله بعد ما تاخد لون، علشان لون الفراخ بيبان في الرز بعد انت بعد ما يستوي، بتلاقي لون الفراخ مختلف عن الرز تمام. فبنحط الفراخ نشيلها من الزيت بعد ما تحمر على الخضار بتاعي، نبدا ندي تقليبه معاها، الشوح معاها تشويحه بسيطه. ننزل بالتوابل بتاعتي اللي هي عباره عن معلقه فلفل اسمر، معلقه بهار، اتنين عود قرفه، واحده مرق الدجاج، مكعب مرق الدجاج، مع الملح بتاعي، مع خلطه الزعفران البرياني، مع الكاري، ونبدا نديهم تشويحه بسيطه. عندي كاتل الميه ببقى على النار حطاه في ريحه كده، اول ما يسخن ندي الرز التقليبه برده تمام. طب شوف محمد، ممكن نضيف مع الخلطه دي ورق اللورا؟ لا، الورق اللورا بيمرر في الاكل، ف مش كتير، مش كتير يعني، بس ورقه واحده بس. لو فيك القرفه يعني بتغني عن الورق اللورا والكلام ده، بتبقى طعمها جميل. بص يا جماعه بقى، شوفوا مكعبات الجزر باين ازاي والكوسه، كل ده هيبدا يطيب بقى بالفراخ. واللون الرز بسم الله ما شاء الله يعني عامل ازاي، بس لما يستوي كمان، بس لما يستوي بقى خلطه الزعفران بتدي طعم وريحه وملهاش حل. فاحنا نبدا بقى نسيبه على النار هاديه تمام. الرز اول ما اتشرب تمام، بنبدا نحط السمنه بتاعتي اللي هي عباره عن معلقه، مش هنكتر علشان ما يبقاش فيها نسبه دهون او نسبه دسم كتير في الرز بتاعي، علشان مثلا اللي حابب ياكل من الرز، حتى لو دلوقتي الناس بتبقى تعبانه، فاحنا مش عايزين نكتر في الزيت او في الدهون. محمد، طب انا عايز اسالك سؤال، انت بعد ان شاء الله بعد الدراسه ناوي تكمل في برنامج المطبخ؟ والله انا علشان حاببها، فالواحد بيبدا يطور من نفسه. بيبدا نطور من نفسه بقى فيها، وانا علشان حابب شغلي فهنبقى فيه يعني باذن الله يعني بين الدراسه وبين ال انا الحمد لله يعني ربنا بيكرمني اللي بنوفق بين شغلي وبين دراستي. انا قلت لي قبل الهوا انك انت عندك استعداد انك تروح طلبات افراح وكده. انا اصلا شغال اصلا، بنعمل افراحه وبنعمل عقائق، فبنوفق بين شغلي وبين دراستي في نفس الوقت، اللي انا يعني مثلا بعمل وقت بين الشغل بتاعي وبين دراستي، يعني بنروح دراستي عادي وفي كليتي بنكمل، فبنوفق بين الاثنين بفضل ربنا. الاول محمد معاه قصد شغل الافراح والمناسبات، للي حابب يستعين بيه، افراح، مناسبات، عيد ميلاد، كله يعني اي حاجه تخص المطبخ موجود. هو قصد الاعداد بتاعه، فريق كامل المطبخ بيساعده في موضوع الطبخ. فاللي حابب يعني يتواصل مع الشيف محمد شلتوت، يا ريت تجيبوا ارقام التليفونات على الشاشه. للي حابب يتواصل مع الشيف محمد، ارقام التليفونات موجوده. نبدا ندي تقليب الرز يا جماعه، كل ما ده جه تقليبه طبعا بسيطة. الرز لازم يتشرب، لازم يتشرب. اول ما يتشرب بقى خلاص نبدا بقى نغطي عليه الحله، لازم يتشرب تمام. ونبدا ننزل السمنه في الاخر، بس اول ما الرز يتشرب، هو بيغلي دلوقتي كده تمام. وباذن الله هيعجبكم، لانها اصلا مش مكلفه، متوفره في كل بيت. انت بدل ما تستغلي الفراخ اللي انت كل مدى بتشويها، ممكن تغيري مثلا مع الفراخ، نعمل ثلاث اصناف في صنف واحد، منها رز بسمتي مع الخضار بتاعي مع الفراخ، مغذيه ومفيده يعني في نفس الوقت، ما فيهاش دسم ولا اللي هي فيها دهون ولا الكلام ده، اكله بسيطه وكل موجوده في بيت كل ست.
فباذن الله يعني طب احنا ثواني نغرف كده ثواني ثانيه واحده نوريهم بس شكل الرز. معلش المفروض ان الطبخه هتستنى لما تستوي فده هيكون شكل معلش عشان وقت الهواء عندنا قصير فهيبقى ده شكل الرز. ودي كانت حلقتنا النهارده بعد ما يستوي الرز ان شاء الله هيكون ده الشكل النهائي ليه اللون الاصفر لون الزعفران. طبعا تشكيله الشيف بيشكلها طبعا المفروض ان الرز كله هيتكب بس احنا عشان وقت الهواء قصير فالميه لسه ما يعني ما شربتش الرز ما شربش الميه فاخدنا بس عينه من الرز نعرضها ليكم على الهواء. محمد ثواني عشان لون الرز الزعفران بدوت الزعفران والكاري مدي الرز اللون الاصفر ما شاء الله شكله تحفه شكله جميل. يا ريت بس نجيب شويه تاني كده يبان نطلع لك انا قطعه فراخ يا ريت يا ريت شويه رز كده بس يا محمد شويه رز كمان معلش عشان وقت الهواء عندي قصير وضيق ثانية واحدة بس ثانية بس حط حط يا محمد بالقرفة يا محمد تمام محمد ماشي ماشي أنا بس عايزة أعرض الرز على الهواء علشان السادة المشاهدين يشوفوا لون الرز ولون ثواني يا محمد ثواني يا محمد هيكمل تاني احنا كده كده هي يعني هيكمل سواه بعد الهواء ان شاء الله فهو الرز لسه ما استواش لسه الميه موجوده هتبقى دي شكل الرز عينه الرز بقى الرز لسه معلش انا اسفه لضيق الوقت وقتنا قصير وصغير وكمان هنحط معاه الطبق عباره عن رز شايفين يا جماعه الخضار بتاعك اللون الاصفر اللون الكاري مع الكوسه مع الجزر مع البصل وبعد كده بنطعمه بالسمنه البلدي السمنه البلدي الفراخ تمام والفراخ زي ما انتم شايفين كده برده اهي السوا بتاعها تمام حاجه بسيطه وموفره وما فيهاش اي حاجه احنا باذن الله هنكمل سوا الحياه تاني بس عشان وقت الحلقه وان شاء الله وقتنا صغير وباذن الله هتعجبكم الاكله دي وجربوها ومش هتخسروا لان هي مش مكلفه باذن الله انا بقى نبدا ننزل السمنه بتاعتي في الاخر اهيت وان شاء الله باذن الله معانا حلقه جديده الاسبوع اللي جاي طبخه جديده ونكهه جديده ان شاء الله وحاجه جديده ان شاء الله استنونا الاسبوع الجاي يوم السبت ان شاء الله شكرا جزيلا ليكم شكرا